دونك درت التسعه ديال التمرين الرابع، التمرين الرابع هو الدوره الاستدراكيه 2016 علوم فيزيائيه. دونك السؤال الاول، اختار من بين المنحنيين واحد من المنحنى الذي يمثل التطور بها. هذا التمرين كيفاش نتعامل معها؟ نعاود نشرحها كما شرحت لكم في التمرين الاول. هنا عندي منحنى، انا دائما غادي نمشي للحظه البدئيه. حنا كنعرفو في اللحظه البدئيه التيار كيكون منعدم، اذا كان التيار منعدم اذا يو ار كتكون منعدم، يعني التوتر بين المربطين الموصلهم كيكون منعدم. اذا اللي غيبدا من الزيرو هو يو ار، اذا المنحنى جوج كيمثل يو ار، بينما التوتر بين المربطين الوجهين كيكون كيساوي او. في اللحظه كيبدا يتناقص يتناقص الى ان ينعدم، ولكن هنا ما انعدمش، بقات عنده واحد القيمه. هذا هو التوتر بين مربطي الوشية في النظام الدائم. مثلا قال يحس التوتر بين مربطي الوشية في النظام الدائم، ونمشي اللحظة اللي استقر فيها هو جوج، صح؟ دونك السؤال واش المعادلة حسب قانون فيه التوترات بي ار زائد اي ار كتساوي او. حنا كنعرفو ان بي ار هي ال ديال دلتا زائد ار في اي زائد ار في اي. دائما اصبر اللي عندي هنا، انا كنشوف الخدمة هذه بدي اي على دي انا غادي نخدم هذه على اساس دونك هنا كاين واحد الاختيار حنا كنعرفوا على نضرب هنا في ار وهنا في ار وهنا في ار. اذا ار في اي هي او ار، وهنا ار في اي هي او ار، وهنا ار فوا او على اي، صح؟ دونك بين ان التعبير كنعرفوا في النظام الدائم دي او ار على دي تي كيساوي زيرو. في هذه الحاله تبقى عندي ار زائد ار على ال او ار دي ار فوا او، نخرجوا اي ار هي ار فوا او على ار زائد ار. حسب قيمة R نعلم أن UR هي R فوا O على R زائد R. هنا R زائد R كتساوي R فوا O على R، ونوحد المقامات، خرجوا المعادلة 15 أوم. بالنسبة للطول راهي 0.01 L، بين L راهي الطول في R زائد R. نتمنى أنكم فهمتوا هاد السلسلة. دابا ندوزو للدرس التالي RLC.